يا رفاق، للتو حدث شيء خيالي جدا في لعبة جي تي اي 5. إذا دخلتم الخريطة شاهدوا ماذا يوجد في هذه الضفة من الماب. علامة غريبة جدا أول مرة تظهر لي في تلك المنطقة من الخريطة. ماذا تعتقدون أنه سيكون موجودا هناك؟ أنا متحمس صراحة لكي أكشف ماذا وضعت شركة روكستار جيمز وماذا أضافت في لعبة جي تي اي 5. شيء لا يصدق. لا تنسوا كذلك دمروا هذا المقطع بالضغط على زر لايك وانشروا مع أصدقائكم. هل تعتقدون أن قناة شيرس بلايس انتهت؟ لا زالت لم تنتهي بعد ولا زلنا مستمرين. الحقاد والحساد فرحوا لأن قناة ياس بليس بدأت تموت، لكن القناة لن تموت حتى يموت ياس بليس صاحبها. لهذا السبب أود من أصدقاء الأوفياء، فقط الأصدقاء الأوفياء والمتابعين الذين ساعدونا لكي نحقق إنجاز تاريخي لم يسبق لأي يوتيوبر أن حققه، وهو وصول أول قناة خاصة بجي تي اي 5 لمليون مشترك. لم يسبق لأي يوتيوبر أن حقق هذا الإنجاز، وكذلك بسبب دعم أولئك الشباب استطعنا تحقيق إنجاز تاريخي وهو وصول قناة ياس بليس كي تصبح أول قناة ألعاب ليس في المغرب فقط بل في شمال إفريقيا. الأشخاص الذين يحبوننا يريدون قتل هذه القناة لكي يضحكوا علينا في الأخير، لكن أعدكم القناة لن تموت فقط بموت صاحبها. وصلت للمحيط، العلامة موجودة في المحيط. افتحوا عينيكم جيدا معي الآن وأخبروني إذا شاهدتم شيء ما. لحد الآن لا أستطيع رؤية أي شيء بعد. واو، أستطيع رؤية طائرة فقط. هيا طائرة تحلق في الهواء. يجب علي الاقتراب. سأتجه لتلك المنطقة وسأقترب. قولوا لي أصدقاء ماذا تعتقدون أن سيكون موجود هناك بالضبط؟ لا أستبعد أن شركة روكستار جيمز أضافت لنا جزيرة سرية، وإذا ذهبنا لها سنستطيع اكتشاف قابو سري أو شيء غريب، لست متأكد بالضبط. ولا أستبعد أن تلك الجزيرة وضعتها المخلوقات الفضائية، فكلنا يعلم أن الغاز والفضائل قد اقترب. رأيتم شيء ما عجيب وغريب؟ لحد الآن لا زلت لم أرى أي شيء. في أي لحظة من الممكن أن يظهر الشيء المختبئ في تلك العلامة الموجودة في الخريطة. ابتعدت كثير على المدينة. هيا مدينة لوس سانتوس بالخلف مني. وأخيرا بدأت أرى شيء ما. ما ذلك الشيء؟ هل هو عبارة عن تاور؟ هل بنى وصلت لايت ديش الجديد هناك لكي يستطيع التجسس على المخلوقات الفضائية؟ شيء غريب جدا. نستمر في الاقتراب من المكان لكي نراه بشكل جيد عن قرب. لقد اقتربت الآن كثيرا. ما ذلك الشيء؟ تقريبا يشبه مربعات. غريب. تلك الجزيرة تشبه أحد جزر ماينكرافت. شيء لا يصدق. هل أضافت شركة روكستار جيمز لعبة ماينكرافت في جي تي اي 5؟ لا يعقل إذا فعلتها. نعم بالفعل. وما ذلك الشيء فوق من تلك الجزيرة؟ يشبه الخنزير. واو، هذه هي جزيرة الخنزير. كيف هذا؟ جزيرة الخنزير في جي تي اي 5، شيء لا يعقل. هذه الجزيرة جزيرة الخنزير، جزيرة نادرة في لعبة ماينكرافت، فما بالكم بظهورها في جي تي اي 5؟ واو، شيء لا يصدق. ممتاز، استطعت الصعود. واو، بالفعل مربعات ماينكرافت. اشتقت كثيرا للعبة ماينكرافت. واو، الخنزير. نتجه للضفة الأخرى لكي نراه بشكل جيد. هذه اللحظة التي يعيشها فرانكلين، لحظة لن ينساها أبدا. فرانكلين يلعب ماينكرافت في جي تي اي 5 بشخصيته الحقيقية وليس فقط عبر الحاسوب. خنزير عملاق. وهذه الجزيرة معزولة وسط من المحيط وبعيدة كثيرة على لوس سانتوس. هل نذهب ونكتشف ماذا يوجد أسفل من ذلك الخنزير؟ أنا خائف أن يظهر لي زومبي ويهجم علي ويقتلني. برغم من هذا سأغامر وسأكتشف ماذا يوجد أسفل من هذا الخنزير. تقريبا لا يوجد أي شيء. وما هذا؟ زهرة. رسموا زهرة يا أصدقائي في هذا المكان. شيء لا يصدق الذي سيحدث إذا دخلنا أسفل من الخنزير. ووقفنا وسط ميناء. ما هذا؟ الأجواء أصبحت بيضاء. شيء لا يعقل. ما الذي حدث في لعبة جي تي اي 5؟ أين أنا؟ ما هذا العالم الغريب الذي سافرت له؟ وماذا يوجد هنا في الأسفل؟ ستيف المسكين مجمد، علي إنقاذه. لا صديقي ستيف، كيف هذا؟ شيء لا يعقل، لقد تحولت إلى ستيف في لعبة جي تي اي 5. ما الذي حل بفرانكلين؟ ماذا فعلت يا ستيف بصديقي فرانكلين؟ وأين اختفى فرانكلين؟ أعتقد بأن فرانكلين سيكون في أحد هذه المناطق في الجزيرة. أين أنت يا فرانكلين؟ أرجوك اظهر يا صديقي فرانكلين. هل تعتقدون بأن فرانكلين تحول لستيف؟ حاول إنقاذ ستيف من الجزيرة المجمدة فتحول فرانكلين لستيف. شيء لا يعقل ولا يصدق، حدث في جي تي اي 5. هل سيقبلون الناس الآن إذا عدنا للوس سانتوس؟ ألن يخافوا منا؟ أم أنهم إذا رأوا بأننا تحولنا لستيف في ماينكرافت سيضحكون علينا؟ أي شخص ضحك علي فإنني سأدمره، لا يهمني الأمر. سأخذ دراجتي وسأعود للوس سانتوس.
اصعد اصعد يا ستيف. طريقة صعود ستيف هي شي درجة مضحكة جدا، شيء مضحك وممتع. طريقة جلوسي كذلك رائعة. ستيف أشهر شخصية في ماينكرافت تحل على جي تي اف 5، واو شيء لا يصدق. مرحبا بي عندكم. ستيف جاء وحل بلوس سانتوس، كيف ستكون ردة فعل المنقذ في نظركم؟ السلام عليكم أيها المنقذ، معك ستيف. المنقذ تجاهلني نهائيا كأنني غير موجود، هو في صدد مراقبة السباحين لكي لا يغرق أي أحد. كيف ستكون ردة فعل الفتيات إذا شاهدوا ستيف؟ تجاهلوني نهائيا كأنني غير موجود. هذا الشخص تحدث لكن نتحدث فقط مع صديقي. لماذا تجاهلتموني؟ لماذا تجاهلتموني أيها الأغبياء؟ معكم ستيف، شخصية مشهورة في لعبة ماينكرافت. هل عندي أسلحة؟ نعم عندي سيف الدايموند يا حبيبي. معكم ستيف في ماينكرافت، بالإضافة لأفضل سلاح في اللعبة وهو سيف الدايموند، وحانت لحظة تدمير المواطنين. أهلا يا صديقي، كيف حالك؟ أنت بخير؟ لماذا تجاهلتني؟ كأنني غير موجود. بوم، ضربة واحدة فقط من السيف فسقط المسكين أرضا. ستيف هو أقوى رجل في جي تي اف 5، تعال تعال أنت أيها الغبي، لن تهرب أي مكان. ممتاز، وأردت إسقاطه للأرض وفي الأخير ستيف هو من سقط للأرض. أسقطه الآن، هيا اقفز عليه يا ستيف. أحسنت، أسقطته، يا سلام اضربه. لا هرب. هل يستطيع ستيف سياقة هذه السيارة؟ شاهدوا، أحسنت يا ستيف، هيا ممتاز. ستيف دخل في السيارة لكن مع الأسف رجلاه ويداه ونصف من رأسه خارج من هذه السيارة. ماذا لو اتجهنا لأحد محلات بيع البقالة لكي نرى ما الذي سيحدث وكيف ستكون ردة فعل صاحب محل البقالة إذا شاهد بأن ستيف دخل لمحله وأراد شراء بعض من البضائع؟ وصلنا لمحل LTD، هذا المحل يغلي كثيرا منتوجاته، لا أنصحكم أن تشتروا من عنده. السلام عليكم يا صديق، كيف حالك؟ لم أستطع الشراء. لا يمكن الشراء أعتقد بسبب السلاح، يجب علي إخفاء ذلك السلاح. ها أنا ذا أخفيت السلاح، هل يمكنني الشراء؟ أستطيع الشراء الآن، يا سلام. نشتري الـ PSNQS. You can't afford this item. كيف هذا؟ ليس لدي مال. نستعمل الـ ATM، سنكتشف هل بالفعل عندنا المال أم لا. ستيف عند حساب بنكي في GTA 5 برغم أنه لا يلعب في GTA 5. عندي 1,095,000 دولار. أعتقد ستيف سيفرح لأنه سيستطيع شراء الحلويات. لا يمكنني الشراء، مع الأسف أريد شراء الحلوى. لماذا ستحرمونني من هذه الحلوى اللذيذة جدا؟ حلوى تشيسر وحلوى PSNQS، شيء لا يعقل. شاهدوا PSNQS، الشوكولاتة اللذيذة جدا. مع الأسف لا يمكننا الرؤية بشكل جيد بالفيرست بيرسون باستعمال ستيف. بما أنك لا تريد بيع الحلويات لي، سأخذ تلك الحلويات رغما عن أنفك. كيف حالك يا صديقي؟ أنت بخير؟ بوم، نسرق المال الآن. ستيف يا أصدقائي سيسرق عدد هائل جدا من المال، بالإضافة كذلك إلى عدد هائل من الحلويات. هيا لكي نهرب. أهرب أهرب يا ستيف قبل أن يأتي رجال الشرطة ويمسكوا بك. نجمتان، حصلنا على نجمتان، مشكل. كيف سنهرب الآن من رجال الشرطة بدون أن نستعمل الخريطة؟ نقوم بهذا التحدي، لن أدير خريطة جي تي اف 5 وسأحاول الهروب من رجال الشرطة. هل سيفعلها بالفعل ستيف؟ لا أعتقد أن ستيف سيفعله على قدر أونا. عليه الابتعاد من وسط المدينة، ببساطة لأن وسط المدينة تكتلات رجال الشرطة تكون كثيرة في المدينة. لهذا السبب سنتجه للضفة الأخرى من الخريطة نهائيا. لا يمكن لستيف تعديل سيارته في لوس سانتوس كاستم. لحظة شو الحقيقة، نأخذ الموتر سايكل ونذهب إلى النفق السري، لكننا استطعنا الهروب بدون أن نذهب للنفق السري. ستيف في هذه الأثناء سيصعد لهذه البناية. طريقة صعود غريبة جدا لكنها ممتعة صراحة. مود ماينكرافت في GTA 5 مود مدهش، وكلنا يعلم أن الذكرى تنفع المؤمنين. إذا نسيتم يا أصدقائي ولم تضغطوا على زر لايك، فضلا منكم اضغطوا على زر لايك. قناة يس بليس فإنها تحتاج اللايكات. تخيلوا عندما كانت المشاهدة تنزل في القناة وكانت تموت القناة، فإنني دائما أعود بأفكار جديدة في لعبة GTA 5، لأنني أعلم أن الأصدقاء الأوفياء متابعو GTA 5 خصوصا سيساندونني. لكن مؤخرا مع الأسف لاحظت بأن الدعم على GTA 5 لقد نزل، وهنا حزنت حزنا شديدا. ركزوا معي على هذه المقاطع، أصبحت مقاطع الفورزا هورايزن 4 تحصل على مشاهدات أكثر من لعبة GTA 5، شيء محزن بطبيعة الحال. وهذا إن دل فإنه سيدل على شيء واحد فقط، قناة يس بليس دخلت في طور الموت. سأحاول فعل كل ما في وسعي لكي أحييها، لكنني لن أستطيع فعل هذه الأمور لوحدي، بل أحتاج لجيش قوي. لا يغرنكم عدد المشتركين، تمنيت لو حذفت اليوتيوب أغلب المشتركين الغير متفاعلين عندي في القناة لكي أعرف العدد الحقيقي من المشتركين، وبهذه الطريقة سأستطيع إصلاح الموقف. أما الآن ليس بيدي حيلة لكي ننقذ الموقف، علينا العمل معاً.
في الاتحاد قوة. فضلا منكم لايك لهذا المقطع وانشروه، سيأخذ منكم الأمر 5 ثواني فقط أو 10 ثواني، وبهذا فإنكم ستساعدونني. شكرا من القلب إلى القلب، وهيا لكي نتابع المغامرات مع ستيف أشهر شخصية في ماينكرافت. التجربة التالية التي سنفعلها في هذا المقطع هو محاولات أخذ تاكسي لكي نرى هل بالفعل سائق التاكسيات سيتوقفون لستيف وسيقومون بحمله، أم أنهم سيخافون منه لأن شكله غريب جدا وعجيب على مدينة لوس سانتوس. أين أنتم؟ أين أنتم يا سائق التاكسيات؟ هل يمكنني استعمال الهاتف؟ نعم أستطيع استعمال الهاتف. واو شيء لا يصدق. لكن مع الأسف نو كونتاكتس، لا يمكنني الاتصال. لما لا نأخذ الموتورسايكل ونبحث عن تاكسي؟ طريقة سياقة ستيف للموتورسايكل مضحكة جدا. إن أنتم يا سائقي التاكسيات، وجدت سائق تاكسي، وجدت ها واو واو سائق تاكسي. أرجوك أرجوك قف، جيد 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 لقد وقف لي. لما لا نذهب عند تريفر لكي نزورها في القرية؟ اركب. كيف هذا؟ لماذا سرقت سيارتها يا ستيف يا أيها الغبي؟ اركب في الخلف. سائق تاكسي أرجوك توقف، أريد الركوب معك يا صديقي. هل أستطيع الركوب؟ جميل 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 لقد وقف. اركب في الخلف يا ستيف. لا يا ستيف، في الخلف يا ستيف. نأتي لهذه الضفة نهائيا. هيا أحسنت ركبنا. واو نتيجة للواي بوينت. شكرا لك يا صديقي. ستيف ليس لديه أي مال، يعني إذا أوصلنا هذا السائق لا أستبعد أنه سيتصل برجال الشرطة. نقوم بعمل سكيب طريق طويلة جدا. وصلت، لم أدفع له المال وذهب، لم يتصل برجال الشرطة. لما لا نزور تريفر بشخصية ستيف؟ تريفر سيحب كثيرا ستيف. لا أريد صراحة الدخول لهذا التريلر. إذا دخلت وكان تريفر هناك، من الممكن أن يمسك ستيف. أصلا التريلر مقفول. تريفر أين أنت؟ لماذا نقوم ببعض من الضجيج؟ أخرج عند ستيف، ستيف ينتظرك في الخارج. اضرب اضرب ذلك الباب. أحسنت يا ستيف، دمر ذلك الباب. بما أن تريفر لم يخرج، هذا إن دل على شيء فإن سيدل على أن تريفر غير موجود في المنزل أصلا. من بين التساؤلات التي كانت عندي هي، هل سيستطيع ستيف الصعود في هذا القطار أم لا؟ تحرك يا ستيف بسرعة بسرعة، اصعد. احسنت، واو ستيف فعلها، ستيف رشيق جدا. احسنت يا ستيف، هي لكي نذهب للمقدمة ونوقف اصلا سائق القطار. سائق القطار غير مهتم نهائيا بستيف. اضربها، احسنت احسنت يا ستيف، دمره، كسرت الزجاج. برغم من هذا سائق القطار كأنه غير موجود في هذا العالم. هي اخرج اخرج يا سائق القطار، انا الان احاول فتح الباب، لم استطع. دمرت الزجاج لكن لا يمكنني الولوج للقطار مع الاسف. سائق القطار غير مهتم بالسيف، كأن السيف غير موجود نهائيا. لا تقلقوا يا رجال الشرطة سأساعدكم. هيا هيا تحرك تحرك يا صديقي السيف، ساعد رجال الشرطة. يا سلام، هيا 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 اوقفه اوقفه. احسنت يا السيف، ليتس جو ليتس جو، ممتاز اوقفته. معركة شرسة الآن ستحدث. قتلوهم. أحسنت يا صديقي ستيف، أحسنت. مات المجرمون. أحسنتم يا رجال الشرطة، هيا أشكروني. على الأقل أشكروني لأنني ساعدتكم. لا زال رجال الشرطة يحاولون التسديد، لكنهم قتلوا جميع المجرمين الذين كانوا وسط من السيارة. لا أستبعد أن عندهم معلومات أخرى تقول أن كان هناك 3 أشخاص. هيا يا ستيف، ستيف سيقوم بالقفزة العالمية في المطار. على الأقل أوقفت على رجلي. كيف 3 نجمات؟ لا يعقل أن يحصل ستيف على 3 نجمات. لما لا نسرق أحد الطائرات؟ أن هذا هو الحل الوحيد لكي نهرب من رجال الشرطة. أسرع 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 يا ستيف، بسرعة بسرعة. هل تعتقد أن ستيف سيستطيع ركوب في هذه الطائرة وسياقتها؟ لا أستبعد ذلك. ممتاز، بما أن صعد وركب أكيد سيفعلها ستيف. لا زال رأس ستيف خارجا من تلك الطائرة. رأسك كبير جدا يا صديقي ستيف، عليك إنقاذه شيئا ما. رجال الشرطة المساكين سيحاولون البحث عني لكنهم لن يجدوا أي أحد. ستيف سرق الطائرة وهرب من المطار. أتساءل الآن، إذا نزلت من السماء هل سيشغل ستيف الباراشوت وسيستطيع النزول فوق أعلى بنية في جي تي إف 5، أم أن سيسقط إلى الأرض وستكون هذه هي نهاية ستيف؟ ستيف لم يسبق لها أن استعمل الباراشوت في تاريخه، والآن سيفعلها في مهمة واحدة، وهذه المهمة ستكون مهمة حياة أو موت. إذا لم يستطع ستيف فعلها فإن مع الأسف سيموت. أحسنت يا ستيف، هل لديك باراشوت يا ستيف؟ نعم ستيف عنده باراشوت مختبئ. أحسنت يا صديقي ستيف، لا أصدق هذا. ستيف مستعد لجميع العوائق. الآن هل نستطيع الوقوف فوق بنية الميز بانك أم لا؟ أعتقد بأننا سنفعله يا أصدقائي، فعلها ستيف. والآن لحظة الحقيقة، سنقوم بآخر نشاط في GTA 5 باستعمال شخصية ستيف من ماينكرافت، وبعدها سأنهي هذا المقطع. وهذا النشاط عنده علاقة بالسينما. أول مرة ستيف سيدخل لكي يشاهد الموفي تياتر. سنشاهد فيلم سيكول 2، وأتمنى أن يكون ذلك الفيلم مميز جدا ورائع وفيه العديد من الأكشن. ها هو ستيف لقد دخل للتياتر. تياتر كبير جدا،
أستطيع الجلوس في أحد هذه الكراسي؟ أم أنها ممنوعة على ستيف المسكين الجلوس؟ مع الأسف لا يمكن الجلوس، نستطيع فقط التجول وسط المنطاد. وأين هو ذلك الفيلم؟ لا أستبعد أنهم خدعونا فقط. لقد خدعوك يا ستيف، لن تشاهد فيلما اليوم. وأخيرا سأكشف فقط بيدي في هذا المقطع، لا أصدق أن بسبب تلك العلامة الغريبة التي ظهرت وسط من المحيط ذهبنا بصديقنا فرانك لكي نكشف ماذا يوجد هناك. فإذا بنا نتفاجأ أن جزيرة الخنزير في ماينكرافت ظهرت في جيتا أو 5. وبعدما تمشينا أسفل من الخنزير حدث شيء لا يصدق، فسافرنا لذلك لبعد. اكتشفنا بأن ستيف هناك مجمد، وفجأة تحول فرانك لستيف. أتمنى أن حلقة اليوم أعجبتكم، فضلا منكم لايك للمقطع ونشره مع أصدقائكم. ومع السلامة يا أصدقائي.